صدق والله دي اللي مكتوب في الكتب، كتبوا عمك ابن دحية وابن إياس والمقريزي وناس كتير كتبوا عن الشدة المستنصرية. الكلب ده صوره كان يخش البيت، معلش الكلام جارح وصعب أنا عارف، بس ده اللي موجود في الكتب. كان يخش البيت يلاقي العيل يخش يهبشه عشان ياكله، والأب والأم مش قادرين يقوموا، ما عندهمش قوة خالص يعملوا أي حاجة خالص. ده اللي مكتوب في الورق في الكتب، ولذلك هو قاعد سلطان زمان هو مستريح قوي. جايب وراضي الكلب ولا لا؟ طبعا ده من السلالة، ده من سلالة الكلاب اللي كانت هنا في الشدة المستنصرية 7 سنين، 1065 1071، 7 سنين بالتمام والكمال الشعب المصري مش لاقي ياكل بمعنى الكلمة. ليه بقى؟ أول حاجة أنا مش بقول لحضراتكم تاني، الكلام الحكاية ديت حكاية دمها تقيل، فلو في أطفال يعني ما نحبش إن هم يسمعوا الكلام ده، لكن ده اللي حصل. ومش بجيب الكلام ده، الكلام في الكتب. ضعف الحكم أول حاجة، ثم تمزق الدولة الفاطمية، بياخدوا ده بيستولي على بلد وده بيستولي على بلد وهنا بلد وهنا بلد. وقلت لكم في حاجات متقطعة كتير جدا، هقول لكم أسماء حاجات كتير هتنسوها وأنا كمان هنساها، مش مهمة، المهم إن الدولة بتتفتت. الحاكم اللي احنا بنتكلم في عصره حصلت اللي هو المستنصر ده، بحكم 60 سنة، ودي حاجة غريبة جدا، يعني حاجة غريبة جدا في العهود دي ان في حاكم يقدر يستقر على كرسي العرش 60 سنة، ده ما بيحصلش. في الوقت ده كان كله بيدبح كله، فما كانش ينفع. لكن ليه بقى؟ لان هو بدأ الحكم عنده 6 7 سنين، الحكم الوراثي بقى. لانه شوف لما عمك معاوية بن أبي سفيان بدأ الحكم الوراثي، استمر بقى الحكم على كده، قوم شالوا الدولة الأموية وجت الدولة العباسية نفس القصة، شالوا العباسية عملوا الدولة الفاطمية نفس القصة، عملوا الدولة الأموية في الأندلس نفس القصة،